انا يعني جزء اتعاطف فيه مع الانديه لانه في قرارات الحقيقه يعني صادمه في الملعب، وفي جزء شويه اتعاطف مع الحكم، يعني انه مش معقوله كل شيء على الحكم. انتم وين تروحون ابو اميره؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اتفق معك، طبعا انت يمكن في المقدمه ذكرت نقطة هذا الموسم يعني صارت من الاتحاد السعودي وممتازة صراحة. ما عاجبك الحكم السعودي يجيب حكم أجنبي. هذه ممتازة. ادفع. ادفع وجيب. طبعا يمكن في أندية ما عندها يعني تحسب الميزانية تقول لك ادفع لك من 3 مليون الموسم كله مثلا 2 مليون مثلا يعني استكثرها على أنه يجيب حكم. رغم أنه الحكم شيء مفصلي يعتبر في نتائج كرة القدم يعني مهم جدا. ممكن يحدد نتيجة مباراة طبعا إما خطأ إما وما إلى ذلك يعني. ولكن نرجع للقضية الأهم، أول شيء المخرجات الموجودة الآن من الحكام، متى بدأوا نشوف هذا الحكام، متى بدأوا يعني يحكموا الدوري السعودي؟ معظمهم من اللي توقفوا قبل سنتين ثلاثة، مضبوط، توقفوا يعني جلسوا فترة طويلة ما يحكموا ورجعوا مرة ثانية. معظمهم في كم واحد حكم جدد. احنا بكل امانة انت ذكرت هل هذا المشروع ينجح ولا ما ينجح، هذا المشروع فعل سؤال جدا مهم. واضح جدا عدم الاستقرار حتى هو الاتحاد السعودي، كم مرة غيروا رئيس دائرة التحكيم؟ كل فترة يتغير ما يجلس فترة طويلة. معنى هذا برضو عندهم هم بالتأكيد عندهم مشكلة في انه يجيب واحد يشرف على الحكام او يدرب الحكام او يطور الحكام السعوديين. احنا عندنا بالتاكيد واضح جدا انه في مشكله، حكام عندهم مشاكل فنيه في التحكيم نفسه، ومعظم الحكام ان لم يكن كلهم مشكله نفسيه، وهذه الاهم، هذه الاهم في الحكم السعودي، ومن زمان كنا نتكلم فيها والان ظهرت يمكن موجوده اكثر من السابق. الجانب النفسي ايش هو؟ تاثيرات السوشيال ميديا، تاثيرات الاعلام، البرامج التلفزيونيه. الحكم اللي يشيل هم هذه الامور ويتابع هذه الامور ويقرا ويشوف وهو ضعيف شخصيته ما هي قويه، بالتاكيد حينزل المباراه قراراته حيكون لها رده فعل لا شعوريه، يعني لا شعوريه، خلاص عنده مخزون عبى راس عقله الباطن بمعلومات فيجي الملعب يعطي قرارات خاطئه بموجب هذا اللي حصل. وبالتالي احنا الجانب النفسي هذا اهم جانب من وجهه نظري في تطوير شخصيه الحكم في الملعب. تطوير شخصية الحكم هذه أهم نقطة أتمنى الاتحاد السعودي يركز عليها بالخبراء اللي يجيبهم. شيء ثاني، أنا أسمع الحكام كل موسم يطلعوا معسكر لياقي وما إلى ذلك. أنا أعتقد أن حكامنا بحاجة إلى معايشة حكام آخرين، زي المدرب لما يروح مدرب الشاب يروح يتعلم، زي اللاعب اللي بيتطور يروح أوروبا يعايش يروح فريق فترة معايشة يسموها. الحكام بحاجة إلى هذا، أعتقد حكامنا بحاجة إلى هذا حتى يتطوروا فعلا ويصبحوا. مشكلة الحكم فنية ولا مشكلة نفسية في الشخصية؟ ما انا قلت لك، انا بالنسبة لي الشخصية اول شيء، الشخصية حتى من يوم كنا نلعب ترى المشكلة، ترى بعضهم فاهم الشخصية غلط. ايه يعني من جد تقول ابو حكم عنده شخصية تلقى يطير عيون ياخذ العبيد ويعني اني انا اللي مسيطر على الملعب. صح والله عجبتني بهذه، صح فعلا الشخصيه، مش انك تزعق في الناس وتصارخ في الناس. احنا لما كنا نلعب في حكام كذا يجيك شويه يضربك يعني من جد، كان في حكام هذه ينرفزك زياده، بالعكس هذه يخرب المباراه زياده. حتى شوف مش الحكم الا الشخصيه، حتى في مدربين يجيك يسوي لك فيها شخصيه وصارخ ومدري ايش، هذا عمره ما ينجح. الحكم بالعكس اللي يبتسم لك ويتخذ القرار بكل هدوء. الشخصيه بالمعنى اللي اقصده انا انه لا يتاثر بعوامل خارجيه، يحكم التحكيم الصحيح، القرارات الصحيحة وفق الأنظمة، وفق المفروض أنه يتعلم بصورة صحيحة، وبالتالي يحكم مباراة لفريق جماهيري، فريق إعلامه قوي، فريق وهكذا. هذا جانب آخر. أيضا الأوقات المصيرية في المباراة، نهاية المباراة، المباراة بتخلص، أحسب بلنتي ما عليه في أحد إذا كان صحيح وما إلى ذلك. لكن نتكلم الآن على الحاصل الآن في الدوري السعودي. الموسم الماضي من بدايته ممكن كان الصراحه مستوى التحكيم جدا سيء الموسم الماضي، تذكر ابو جد يمكن من بدري يمكن لك
كلام شهير كان في هذا الموضوع. الآن أتأخر شوية، وهذه نقطة طيبة، نقطة كويسة، يعني في بعض التطور، ولكن إحنا نبغى كل التطور باللي بنشوفه الآن في تطور كرة القدم السعودية على جميع الأصعدة. نحتاج كل التطور. كل التطور يأتي من فين؟ يا أخي اتخذوا الأساليب العلمية، شوفوا لكم مدرسة تحكيم معينة اشتغلوا عليها في دولة معينة متطورة تحكيميا، حكام معينين كبار اشتغلوا، كيف أدرسوهم، كيف وصل إلى هذه المرحلة، كيف وصل نفسيا وفنيا وما إلى ذلك. غير كذا حنجلس زي ما ذكرت، حنجلس طول عمرنا عدم ثقة في الحكام. الآن القرارات اللي صدرت، البيانات اللي صدرت من الاتحاد ومن التعاون وقبلهم الهلال والنصر، يمكن من غير بيانات يعني ذكروا انهم حيجيبوا حكام اجانب، حتنفرط الصبح زي الموسم الماضي، حيبدا عدم الثقه وتبدا المشاكل تزيد، وهذا ما لا نتمناه، لانه التحكيم يعني زي ما ذكرت نقطه مفصليه ونقطه مهمه جدا في تحديد نتائج المباريات.